وجاءت سكرة الموت بالحق وجامل سدنا النبي وجميل ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. الاسم محمد حماد عبد السلام وشاحي، اسم الشهرة محمد الوشاحي، طالب في كلية هندسة من فقوس الشرقية، العمر 20 سنة. بدأت الإنشاد الديني وأنا في 6 ابتدائي، بدأت طبعا في الإذاعة المدرسية ورفع الأذان من المساجد. طبعا اكتشفت نفسي عن طريق الإذاعة المدرسية زي ما أنا قلت، إقامة الصلاة وعن طريق الإمامة، وبدأت يعني أنزل فيديوهات على الفيسبوك ولقيت فيها طبعا شهرة كبيرة جدا بفضل الله طبعا، ولقيت فيه قبول في الناس بس مش أكتر. طبعا الاهل كان ليهم فرصه وكان ليهم مساعده كبيره جدا، والاصدقاء طبعا، وطبعا من الزملاء اللي حواليا. ان شاء الله الهدف يعني هو الهدف مش متوقف على حاجه معينه، بس البعض من الهدف عندي اللي انا عاوز اخلي الانشاد الديني في فاقوس زي زمان زي سيدنا الشيخ علي الزاوي. اسيادنا في الانشاد الديني كتار جدا كانوا في فاقوس، فاقوس كانت منبع للانشاد الديني، بس طبعا بسبب اختلاف الاذواق الموسيقيه واختلاف الافكار فالانشاد الديني في الساحه في فاقوس اختفى تماما. فان شاء الله الخطوه اللي انا باملها اللي انا افرض نفسي وافرض اسمي في الساحه بتاعت الانشاد الديني في فاقوس تحديدا، وان شاء الله يعني الهدف اللي جاي الفوز بمسابقه ابداع والفوز بمسابقه منشد الشارقه. الحلم ان شاء الله ان الصوت يوصل للناس كلها، صوتي يوصل للناس كلها. طبعا اللي انا اكون اثر ايجابي في الناس، ان انا اكون اثر ايجابي مع الناس كلها، واللي انا يعني اعمل بصمة في حياة الناس كلها واكون سبب في هداية حد او سبب في الدعوة. لا هو انا منشد ديني تحديدا، مقرئ القرآن، دي قارئ القرآن بيبقى ليه هيبة كبيرة جدا، وقارئ القرآن طبعا يعني القرآن غالب لا مغلوب، فأنا أخاف إن أنا أخش في المجال ده، فأنا أقتصر على منشد ديني ومبتهل ديني فقط لا غير. يا رب يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. طبعا كان في انشوده من ضمن الاناشيد اللي اثرت فيها جدا، وكانت من كلماتي بسبب الوفيات اللي حصلت قبل كده، كان في كذا وفاه حصلت من جدودي بعدهم، جدودي تقريبا جدودي كلهم ورا بعض،
فالمشروع دي حابب نسمعها لحضراتكم، اسمها أحبابنا. أحبابنا بعادكم موت، أحبابنا بعادكم موت وفراقكم قاسي، أحبابنا كيف حال الجنان، كيف حال النعيم، أحبابنا إن غبتم عنا فحبنا إليكم باقي، أحبابنا كيف حال الجنان، كيف حال النعيم. والله والوشاحي راجع ده عبارة عن طفل صغير بدأ بأحلام صغيرة خالص، مع كبر السن طبعا بدأ تكبر الأحلام، بدأ يشوف ان هو قادر اللي هو يفرض نفسه في المجال طبعا بعد توفيق ربنا وبعد مساندة الناس اللي حواليه كلهم. الوشاحي راجع عبارة عن فكر وعبارة عن حدث فريد ان شاء الله يحصل فوز، ان شاء الله هيضمن جميع المواهب اللي في فؤوس كلها، هننمي المواهب في فؤوس كلها بالذات في الانشاد الديني والقران الكريم، هننمي المواهب بجميع اشكالها، المواهب اللي المفروض تظهر للناس. ان شاء الله هتشوفوا حاجه كويسه جدا في اجراءات احترازيه مع كميه عروض وكميه مفاجات ان شاء الله هتعجب الناس. هو المجال القران الكريم مش مجالي بس يعني ليه في الإمامة أو ليه في القرآن الكريم، ده تقريبا مقام الصبا سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رسالتي للشباب، انا كنت منك وزيك والله، وكنت في بداية مشواري اهلي ضدي، في بداية مشواري برضك كان في تعنت شوية، خلي بالك تعنت الاهل او رفضهم في الاول ده بيبقى خوف منهم والله صدقني. بعد كده الاهل كلهم كانوا بيساعدوني، من عمامي واخوالي وعماتي وجدودي الله يرحمهم. فصدقني ما تيأسش وحارب على حلمك وحاول تعافر عليه بدل المرة مليون مرة، هتقع وهتقوم وهتقع وهتقوم لغاية ما توصل لحلمك. صدقني انا بدأت اقسم لك بالله، بدأت وانا كان بيسمعني واحد بس في الانشاد الديني، حرفيا واحد بس،
وكان في اللي طلع قال لي انت بالونه وهتفرقع، وفي اللي قال اللي انت اخرك على الطره بتقرا، وفي اللي قال كلام كتير جدا سلبي. بس انت لو خدت كل كلمه سلبيه وحطيتها جوه قلبك مش هتكمل. ام كلثوم في بدايتها برضك انتقد، عبد الحليم حافظ انتقد، الشيخ النقشبندي طعن فيه، الناس الدين طوار طعن فيه، كذا حد، كل شيوخنا ومشايخنا واساتذتنا والفنانين الكبار والناس الكبيره جدا اصحاب المقامات الفظيعه في بدايه حياتهم تهاجموا، في بدايه حياتهم يأسوا، في بدايه حياتهم تواجه منهم اسباب كتيره جدا اللي هم يفشلوا. لو انت خدت الاسباب دي وفشلت صدقني يعني ما تاخدش الضربه واتنخ، لا خد الضربه عشان تقويك، خد الضربه علشان تقوم من اول تاني، خد الضربه واثبت للناس كلها اللي انت قادر تنجح، اثبت للناس كلها اللي انت قادر تبقى قدوه، اثبت للناس كلها اللي انت قادر تبقى بصمه في حياه كل واحد، بصمه ايجابيه. هنختم ان شاء الله بنشوده كامرون. طبعا كامرون انشوده شهيره جدا للمنشد مصطفى عاطف، الناس كلها تقريبا عارفه الانشوده دي. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل والله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطر ويبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطر ويبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العيبات وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البارى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل والله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.